مرة ثانية بنرحب فيكم، بنصبح عليكم من مدينة جرش وتحديدا من البيت اللبناني ام خليل. بسعدنا الان وبشرفنا يكون معنا ايضا سعد، حضرتك مدير عام مطعم البيت اللبناني. صحيح. وكمان بحب كمان ارحب بديما البغدادي المدير العام لشركة الريف اللبناني. ديما صباح الخير. سعد يا ميت، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. بدنا نقول صباح الخير كمان للشفس اللي منورينا اليوم، وريحه الاكلات الزاكيه بدت من هلا تبدا فطور، يعني فعليا ولا اسكى من البيت اللبناني. بدت الحلقه هلا. بدت الحلقه. انا بحب ابدا مع سعد واسالك سؤال يمكن مهم وبنفس الوقت هو كثير بسيط. هذا المطعم اسمه البيت اللبناني ولا ام خليل ولا الاثنين مع بعض؟ صحيح، يعني هذا موضوع مشبك من زمان، نحن بنعاني منه. القصة انه بالسنة 77 وقتها ام خليل اجت اسست هالمطعم، اطلقت على المطعم اسم بيت اللبناني. وقتها بلش الشغل، الزباين يوصلوا على المطعم يقعدوا يحتكوا كثير بالمرأة اللي ضلها موجودة بالمطعم، تدير بالها على الاكل، تدير بالها على الطاولات. فشخصيتها، هالشخصية القوية اللي كانت تتميز فيها ام خليل، ضغط على اسم المطعم. فكل العالم وين طالعين؟ عند ام خليل، عند ام خليل. انا عم بحكي بال 77. فالجيل اللي بعد ما توفيت بال 2000 ام خليل، الجيل الجديد صار يعرف المطعم بالبيت اللبناني. فهي هو اللغط اللي صار، انه ناس الجيل القديم بيعرفوا المطعم باسم ام خليل، بينما الجيل الجديد البيت اللبناني. المهم القعدة نفسها والاكلات بشهوة زي ما هم. الحمد لله. لا وبعدين حلو البيت اللبناني وحلو ام خليل 100%. الاثنين سوا. انا تعودت على ام خليل مثلا. هي واحد من الناس اللي دائما خلص ام خليل زي ما حكيت. صحيح. على صحيح. على لساني. ديما البغدادي اهلا وسهلا فيكي. ديما انا كثير بحب مثلا بطني، بحب بطني وبستلذ بالاكل. كل الازلام هذه وبستلذ بالاكل. بس علشان احكي لك الدغري، عشان ما حدا يفكر انه احنا مثلا ممكن نجامل الاكل او نجامل الصحن الحلو او اللقمه الطيبه. المطعم البيت اللبناني أخذ جائزة، وهذه جائزة أوروبية، جائزة عالمية في مستوى تحضير الطعام وكفاءته، وأعتقد جودة الطعام. نعم. فديما بحب أسمع منك عن اسم هاي الجائزة، المكان اللي حصلتوا عليها. مزبوط. يعني نأخذ تفاصيل عن موضوع الجائزة. يس مزبوط، كانت الجائزة السنة الماضية ب 2014 بإسبانيا مدريد. اسم الجائزة اللي هي International Quality Award for Restaurants and Hotels، اللي هي كانت الجائزة هي عبارة يعني قائمة على 300 عضو بيكونوا all around the world بين جميع أنحاء العالم. عن طريق هدول الأعضاء بيزوروا المطاعم والفنادق بمختلف أنحاء العالم، بعدين بعد زيارتهم بيقيموا المطعم بجميع على جميع الديتيلز الصغيرة، وترشحنا نحن طبعا نكون واحد من الفائزين، نحن ومطعم تاني لبناني بدبي. رحنا و it was a very nice experience، لأنه هناك تعرفنا على كتير أصحاب مطاعم، أصحاب فنادق، وكانوا طبعا على علم بكل شيء. تفاجأنا أنه كان في صور للمطعم، تفاجأنا أنه كانوا هم على علم بالسيرفيس، بكل الديتيلز الصغيرة الموجودة بالمطعم. فكان بالنسبة لنا مصدر فخر أنه نحن أخذنا هاي الجائزة. يعني بس بدي أضيف إضافة واحدة بسيطة، في البيت اللبناني ام خليل عندهم صحن بيجي هيك فخاره فطر مطفى بس، وهون بتخلص الحلقه. بس فيش داعي نشرح فطر مطفى. انت ديما قالت لك بالاول جمله وهي صح، كل الرجال عقلهم ببطنهم. لا اله والطريقه لا. الاسرع الى قلب الرجل هي معدته. بس صح. شوفوا الموقف الصعب اللي انا فيه، بقول لك اشتغل وحضر وكذا، وحاطين امامي مما لذ وطاب. هذا عذاب اسمه. هلا مندوق. هلا نرجع للمقابله الرسميه. ارجع للرسميات. ايوه ديما بدي احكي لك انه البيت اللبناني بيحمل الاسم اللبناني، الاجواء اللبنانيه من ناحيه اعداد الطعام والتكنيك حتى اللي بتقدمه فيه، ولكن ما بدنا ننسى انه هو مطعم اردني لبناني، هو الوحيد في الاردن، وحتى اعتقد الان في العالم بس موجود في مدينه جرش المدينه الاردنيه. عندكم اي فكره انكم تتوسعوا كاسم للبيت اللبناني، يعني ان كان في دول عربيه او ان كان في مناطق اخرى غير مدينه جرش؟ اكيد. نحن حاليا باخر سنتين اجتنا اوفرز كثير انه نحن نفتح ونتوسع، سواء كان بالبحرين، قطر، الامارات، اكثر من دوله. من هون اجتنا فكره انه نحن فعلا مزبوط لازم نتوسع. از ستارت بنهايه 2016 نحن رح يكون لنا فرع بالعبدلي بوليفارد،
وللبيت اللبناني، وبلس انه احنا هلا بلشنا مع شركه امريكيه فرانكورت اللي هي شركه لتعملنا لو تساعدنا على الفرنشايز سواء كان بالدول الميدل ايست او بيوروب. هاي الشركه هي عباره عن رح تكون اكثر من ستيب. مهمتنا معنا اللي هي اول شيء رح يكون خلال اول 8 شهور 9 شهور رح يكون في تريننج لهاي الشركه عندنا هون بالمطعم، ستارتنج فروم ذا كيتشن لا من المطبخ لنهايه بالستاف بكل الديتيلز كثير صغيره لحتى نحن بعد هاي الستاب اللي هو التريننج ال 9 شهور بعدين رح يصير هم يعملوا لنا الماركتينج ويسوقوا لنا اسم مطعم البيت اللبناني برا، لحتى نحن ان شاء الله بخلال السنتين الجايين رح نفتح باذن الله اكثر من برانش لنا بي سواء كانت ميدل ايست او بيوروب. اها ان شاء الله التوفيق. فكره الفرانشايز مهمه جدا لانه هو بصير كانه علامه تجاريه، فعشان هيك كل التفاصيل. يعني انا اذا بدي اكل الفطور بجرش بدي اكل نفسه مثلا بالبحرين او بالعبدلي او باسبانيا اكيد. ولازم يمشوا على كل الديتيلز اللي موجوده اوريدي بمطعم البيت بالفرع الاصلي. يس. 100%. اضيف ضيف لو فتحوا بعمان 100 فرع جرش، بس قعدة جرش جرش يعني افتح بعمان 500 فرع على راسي. ايش بيقولوا؟ تعال افتح عنا في البيت ما عندي مشكلة. بس في جرش هو دائما بقولوا اللي ما له قديم ما له جديد. وعلى هالسيرة بحب احكي معك مستر سعد، كونك المدير العام لهالمطعم، يعني دائما بنسمع مشكلة المطاعم بعمان اذا بدنا نقول او بالاردن انه بيفتح المحل شهر شهرين ثلاثة ست اشهر سيرفيس بتاخذ العقل اكل زاكي وبعدين كيف بيقولوا بيوصل للقمة وبيبدا يتراجع. انتم من 77 وحافظتوا على استمراريه ونجاح، شو السبب؟ او خلينا نقول لكل الناس عن عناصر نجاح البيت اللبناني. صحيح، بدي اعقب على كلمه قالها فؤاد، جرش يعني صحيح هالمنطقه فيها سر ارتبط، هيك بتحس انه ارتبط اسم البيت اللبناني بهالمدينه العظيمه، هالمدينه التاريخيه. بتطلع اليوم اي حدا طالع على الاثار بيخلص الاثار بده ينزل على البيت اللبناني، اي حدا بده يطلع على مدينه جرش جرش البيت اللبناني، فسر صار يعني مقصد. ايوه، فجزء من نجاح المطعم هو وجوده بهالمنطقه الخضراء هالطبيعه الحلوه اللي هي جرش. بالاضافه معك حق اللي حكيتيه رهف، انه كثير مطاعم اليوم بنشوفها بتحكي بالاكل اللبناني وبنفتح اكل لبناني، بيفتحوا سنه بعد سنه بيغيروا الاسم او بيغيروا المطعم، بيرجعوا بيسكروه بيفتحوا باسم ثاني. هيدي مشكله اليوم شائعه. البيت اللبناني الحمد لله من 77 40 سنه ما شاء الله. يعني اذا بدك تجي تحسبيها على الكالكوليتر او الورقه والقلم كم ضيف فات، فبنطلع بالملايين مش بال100 الف كذا، بيطلعوا بالملايين. نقدر نقول انه شخصيات عالميه طبعا، أكيد. عالميه رياضيه أكيد. فنيه سياسيه ادبيه زارت البيت اكيد اللبناني. يعني بدي اعطيك امثال على نيلسون مانديلا، كوفي عنان، اكيد ريتشارد جير، ريتشارد جير مستر بين كان عندنا من كم شهر. فكل الضيوف الشخصيات اللي بتجي على الاردن جرش اجباري بدها تزور البيت اللبناني. وانا كمان بقول بتعرف بضيف على حكيك انه لولا ما القعده حلوه والاكل زاكي حتى لو بيجوا على جرش يمكن كان دوروا على اشياء ثانيه، بس انتم عندكم هيك مصداقيه ومستوى صحيح. يعني هايجين عالي جدا، هذا الكل بيشتغل. شفتي لي مصداقيه الكبه؟ دق لي الكبه، هذا موضوع ثاني بده حلقه. انا بقول نرجع نشوف الشيفس العظيمين شو طيب. عم يعملوا ورانا. والله بنصبح عليهم كمان وبنشوف ليش. يلا. لا تفضلوا. يلا صباح الخير شيف، الله يعطيكم العافيه. هذا جزء من الحلويات. هذا جزء هذا المطبخ البارد والحلويات تمام. عم نشوف شنكليش هون يا عيني، شنكليش بعدين العصمليه كمان يعني مميزه، انا اكلتها هون العصمليه. بدي اقول لك غير العصمليه شو الاشي اللي اكلناه هذيك المره بالفستق الحلبي، هيو الاخضر مفروكه. هاي المفروكه مهمه. تمام. شوف ايش بتحبوا تحكوا لنا على حلاوه الجبن على غيره. اهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم مطعم بيت لبناني. حلاوه الجبن اكلات لبنانيه كلها قديمه، العصمليه، القشطه بالعسل، عندك كلياتها بالمكسرات، المفروكه، كلياتها اكلات لبنانيه قديمه ومميزه بتلعب دور حاليا بالوقت اللي احنا فيه. بالنسبه للبارد حلاوة الجبن بتغلب بالمد طبعا، ده شيء اكيد بس برضه بتعملوها بتغلب كثير طبعا. اليوم كله رح ناكله فريش ولايف يعني كمان شيف منير كله تحضير بيكون كله قدامكم.
اوكي، يعني انت محضر لنا هلا المواد الاوليه. يعني ما المواد الاوليه، مواد المفروك الاصليه بنعمل على الهواء. اوكي لايف على الهواء. يعني لكل سيدات البيوت اللي حابين يتعلموا حلاوه الجبن الاصليه. على اقل من مهلك الله يرضى عليك، وزبط قد ما فيك. بنشوفكم بعد الحلقه. ايوه بالضبط. احنا بدنا نشكر وجودكم معنا مستر سعد وست ديما، نورتونا. انا عم بقول لك ست ديما من باب التقدير، انه انت بتجنني واموره وبتاخذي العقل. نشكركم كثير، ثانك يو على استضافتكم لنا لليوم. وفؤاد بتخيل انه مبسوط خلص، يعني ما انا مكيف صح؟ شو احنا مش قلنا الماء والخضراء والوجه الحسن كملت اليوم معك. طيب يلا نطلع مع فاصل يلا.